الجاهلية والتهذيب في اليتم خدمته بمدح أستقيل به ذنوب عمري مضى في الشعر والختام إذ خلداني يا ما تخشى عوامره جهنني بإيمان يمنا قطعت غاية الصفا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة كنفس بتجارتها لم تشتري دينا بالدنيا ولم تسم الغم يبيع أجلا منه بعاجله يا بالنهور ابن في بيع وفي سلم أشدا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي إلا بإذنه كله بين إيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا حصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجاب البركة ولدي إن شاء الله.